تريزيجيه برضو عنصر مهم وعنصر مهاري، وعنصر لو كان محمد صلاح عليه مراقبة وده المتوقع ان هو هيكون عليه في الماتشات كبيرة، تريزيجيه حل من حلول خفير أجاري بكل تأكيد. ولكن ازاي بعض الآراء بتشايف ان ممكن محمد صلاح هيبقى دايما اللعيبة بتسند على محمد صلاح اكتر، بتباصي لمحمد صلاح اكتر، هل تريزيجيه ممكن بأي شكل من الاشكال يظلم علشان محمد صلاح موجود في الفريق؟ وبعد ربنا مين اللي صعدنا كاس عالم؟ تريزيجيه مش انا مختلف من صلاح. ضربه الجزاء اللي هو طبيعي جدا 95% 99% جول. بس مين اللي جاب ضربه الجزاء في الدقيقه 95؟ مين وقبلها كان ليه محاوله ثانيه مهمه جدا. دي مش اول مره، ده على طول هو تريزيجيه كده على طول. تريزيجيه مفتاح لعب، من اهم مفاتيح لعب في مصر في الفتره الاخيره، في السنوات الاخيره. زي ما انت بتقولي ان صلاح ساعات كتير جدا بيبقى مفروض عليه الرقابه لصيقه جدا بحكم ان هو معروف عالميا، معروف لجميع كل المنتخبات، فطبيعي جدا هتلاقي عليه رقابه جديده. لا، اعتقد ان لعيبه منتخب مصر بيثقوا في تريزيجيه زي صلاح، وفي ثقه كبيره جدا فيه، وده اللي ظهر في الفتره الاخيره بشكل كبير في وجود صلاح بشكل مؤثر. لو كان صلاح ما فيش ثقه فيه ما كانتش اللعيبه هتدي له كور مهمه وكان هو يبقى متصدر المشهد بشكل ده زي صلاح. انا بشوف ان صلاح وتريزيجيه هم اهم اثنين لعيبه في منتخب مصر في السنوات الاخيره، وتريزيجيه قدر بيعمل فرق كبير جدا لما بيشارك وبيقدر يبقى مقنع جدا. طبعا في يعني ممكن اللمسه الاخيره يكون مش موفق فيها، انا شايف هو مش موفق لان هو في اوروبا من اكثر اللعيبه بتهدف، ده كان في قائمه هدافين اوروبا وفي قائمه افضل تشكيل، فهو ممكن يكون بس الموضوع عدم توفيق.